بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 52. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. توصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى وقوله: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، اسمه عيسى والمسيح لقبه، والضمير يعود إلى اليهود. وقولهم أي وقول اليهود وافتراؤهم أنهم قتلوا نبي الله ورسوله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، وما قتلوه وما صلبوه، نفى الله جل وعلا ذلك، وأنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، وإنما قتلوا رجلا يشبهه، ألقى الله شبهه عليه من تلاميذه وصلبوه على الخشبة، وذلك لأجل إنجاء نبيه لأجل إنجاء نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام من بينهم. وانظر إلى مشابهة ما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما أرادت قريش أن تقتله، واجتمعوا على بابه يترصدون خروجه، فأمر عليا رضي الله عنه أن ينام على فراشه ليوهم المشركين أنه موجود، ثم خرج من بينهم وهم لا يشعرون، ومر على أبي بكر الصديق وذهب إلى غار ثور واختفيا فيه، فما أشبه القصة بالقصة. وهنا يقول: بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقولهم عيسى بن مريم رسول الله، قولهم رسول الله ليس اعترافا برسالته، وإنما هو من باب التهكم، كقول المشركين لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فهم يتهكمون بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكن شبه لهم، ألقى الله شبهه على غيره، فقتلوا ذلك الشبه من أجل إنجاء المسيح عليه الصلاة والسلام. وإن الذين اختلفوه لفي شك منه، ما لهم به من علم. هم بعدما قتلوا من ألقي عليه الشبه وقعوا في الشك، هل هو عيسى أو غيره، لم يجزموا أنه عيسى عليه السلام، لأن العدد الذي معه عيسى لم ينقص، فهم شكوا في ذلك. ولهذا قال: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فهم يزعمون أنهم قتلوه ويظنون ذلك، والواقع بخلاف ذلك. الله مكر بهم كما مكروا بعيسى عليه السلام، قال: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، كما قال جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمكر من الله محمود، لأنه عدل منه سبحانه، وإيصال للجزاء لمن يستحقه، فهو عدل من الله جل وعلا. وأما المكر من المخلوق فإنه مذموم، لأنه في غير محله، وإيصال للأذى لمن لا يستحقه. ثم قال جل وعلا: بل رفعه الله إليه، بيّن سبحانه وتعالى أنه نجى عيسى عليه السلام من شرهم ورفعه إليه، وهذا فيه دليل على علو الله
سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه رفعه الله إليه، لأن الرفع لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا العزيز هو القوي الذي لا يرام سبحانه وتعالى، فلذلك حمى بقوته وعزته حمى رسوله عيسى عليه السلام من هؤلاء الطواغيت ومن هذا الجبار المتغطرس في بلاد الشام الذي لا يريد أن ينازعه أحد في ما هو فيه. وكان الله عزيزا حكيما، والحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها ويتقنها إتقانا، فهو سبحانه وتعالى يضع عزته وانتقامه وإنعامه في من يستحق ذلك، وهذه هي الحكمة. هذا وقد فرغنا والحمد لله من تفسير هذه الآيات بما يسر الله سبحانه وتعالى من التوضيح، نريد الآن أن نتبين منها ما فيها من فوائد. فيؤخذ منها بيان أن تعنت اليهود والنصارى في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس خاصا به، وإنما هذه سيرتهم مع جميع الأنبياء، خصوصا في حق موسى وعيسى عليهم السلام. فلا تعجب أيها الرسول من خرافات اليهود وتعنت اليهود وتمحلهم، لا تعجب يا محمد من هذا، فإن هذا هو تاريخهم الذي يسيرون عليه قديما وحديثا. ويؤخذ منها أن الله جل وعلا لا يرى في الدنيا، لأنهم لما قالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة، لأنهم طلبوا شيئا لا يمكن ولا يليق في حق الله جل وعلا، لأن هذا تنقص لله عز وجل، فهو لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، يراه المؤمنون في الجنة كما تواترت بذلك الأحاديث مع الآيات في ثبوت أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم ويتنعمون بذلك. أما في الدنيا فلا أحد يرى الله جل وعلا، ولهذا لما طلب موسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل الصلب القاسي لما تجلى الله له صار ترابا من عظمة الله وخشية الله سبحانه وتعالى، فكيف بالإنسان المركب من لحم ودم يقدر على رؤية الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الجبل لم يصمد فالإنسان من باب أولى. وإنما في الآخرة يعطي الله المؤمنين قوة يستطيعون بها أن يروا الله سبحانه وتعالى، فأمور الآخرة غير أمور الدنيا، والحياة الأخروية غير الحياة الدنيوية. يؤخذ من هذه الآيات عقوبة من تعنت على الأنبياء، أن هذا ليس خاصا باليهود والنصارى، بل كل من تعنت على الأنبياء، خصوصا من تعنت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فإن الله جل وعلا يأخذه بالعقوبة العاجلة والآجلة وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذه الآيات قدرة الله على إحياء الموتى، قدرة الله على إحياء الموتى، حيث أراهم نموذجا من ذلك في بني إسرائيل الذين خرجوا مع موسى عليه السلام
فلما قالوا مقالتهم الشنيعة أرنا الله جهرة أرسل الله عليهم الصاعقة فأهلكتهم ثم أحياهم من بعد موتهم. نكتفي بهذا القدر إلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.